يقول السائل: حصل معي قبل سنة حادث سير، حيث صدمت بسيارتي سيارة أخرى، وعند التحقيق المرور في الحادث تبين أن الخطأ على السيارة الثانية، ومات سائق السيارة بعد نصف ساعة من الحادث، وأنا لم يترتب علي خطأ إلا أنني كنت مسرعا قليلا عندما حصل الحادث، ولم تذكر السرعة في الموضوع، ورفض أهل المتوفى الإصلاح، وأنا الآن في حيرة، فما نصيحتكم وماذا يترتب علي أن أفعل؟ هذه قضية تكون عند المحكمة الشرعية النظر فيها، هذا يحتاج إلى معرفة طبيعة الحادث، هل المسؤولية على الاثنين أو على واحد منهما، فهذا يحتاج إلى نظر في القضية، ولا يستطيع النظر فيها إلا القاضي في المحكمة. نعم.